العزيز، بحبكوا قوي. أستاذ عصفور، نفسنا نعرف حضرتك بتجهز لإيه بعد نجاح الموسم اللي فات من برنامج التراث الكنسي، وخصوصاً إن كل الناس كانت متابعاه. الحقيقة أنا معايا كذا فكرة جديدة معروضة عليا، بس لسه ما اخترتش. أنت عارف بقى الاختيار صعب قد إيه، دي مسؤولية قدام جمهوري. معلش مضطرة أرد على تليفون مهم جداً. ألو؟ ألو؟ أيوة اصحي يا أستاذ، إيه اللي حصل بس؟ إيه؟ الساعة كام؟ يا خبر، طيارة. إيه؟ الموسم الجديد من التراث الكنسي؟ حاضر يا أستاذ. أيوة هاجي لوحدي لو ملحقتكوش. حاضر. يا خبر أبيض، أنا هتحرك حالا. أيوة يا لندا، ازيك؟ ازيك يا عصفور؟ ايه يا ابني صوتك بعيد قوي كده ليه؟ بكلمك من السبيكر يا لندا، أصلي بلبس ومتأخر جدا. خير؟ رايح على فين؟ مسافر عشان التراث الكنسي، المخرج في المطار ومستنينا. طيب أنا هرتب حاجتي واجي على طول. ها جاهزين يا جماعة للحلقة الأولى؟ ايه ده؟ أمال فين لندا يا جماعة؟ لندا بيتفسح يا أستاذ، ما تقلقش أنا معاك. يعني أنت مكانه في الحلقة؟ لا يا أستاذ، أنا معاك في كل الحلقات مكانه، بس هو هيكلمنا كل حلقة. يعني أنت معانا في كل حلقة؟ استر يا رب. أنا عارف إنك مش طايق نفسك من الفرحة. يلا بينا نبدأ. يلا يا جماعة، 1 2 3. الله الله الله، احنا هنبدأ كده ولا ايه يا حبيبي؟ انا اللي بعد وبقول اكشن. اهو دي شغلانة المخرج بس، ومحسسني انه بيخرج فيلم لمسابقة اوسكار. بتقول حاجة يا استاذ عصفور؟ لا ابدا يا استاذ، بقول ان حضرتك مخرج سكر سكر. شكرا يا اخوي. يلا يا جماعة، 3 2 1 اكشن. هوي أصحابي، ماسكا أرنا أبا إلي من باسو ألي ويلينج دوغرا. إيه اللي أنت بتقوله ده يا ابني؟ مش المسابقة دي في أسوان يا أستاذ؟ أنا بقى قررت أقدمها باللغة النوبية. يا ابني حرام عليك، أنت هتبدأ كده من الأول؟ طب خلاص يا أستاذ. أهلا بكل أصحابنا في كل مكان، في أكبر مسابقات على قناة كوجي، ومسابقة التراث الكنسي في موسم جديد. وطبعا كلنا عارفين وفاكرين المواهب الجميلة والمميزة اللي شفناها مع بعض الموسم اللي فات، وبوعدكم بموسم قوي جدا بمواهبه الكتيرة. طبعا كلكم بتسألوا فين لندا صديق؟ هو هيكون موجود معانا، بس في مفاجأة كبيرة قوي مش هينفع اقولكم عليها دلوقتي، عشان لو قلت اكيد مش هتبقى مفاجأة، ولا ايه رأيكم؟ صح؟ قدم المواهب يا عصفور، قدم يا سيدي. ايوه حاضر يا استاذ، حاضر. يلا بينا يا صحابي نسمع اول موهبة معانا النهاردة. أنا اسمي ساندي اسماعيل، وجيت هنا في مسابقة التراث الكنسي، ومن بين آلات كتير اخترت آلة الأورج، وهعزف عليها مدي قصائد البابا شنودة. يلا بينا.
أنا بحب ترنيمة مارتن توتو بعيدا، عشان كده قررت إن أشارك بيها في مسابقة التراث الكنسي. أنا فادر رزقالله، استنوني. مرتان توتو بعيدا عن مخلص يسوع، فأتاني من فداني ودعاني للرجوع. صوته الحلو ناداني ناداني لا تطيل الضلال. أنا في لوباتير أنطون لبيب، مشترك في مسابقة التراث الكنسي للموسم الرابع. أنا مشارك بلحني المزمور السنجاري، مبسوط جدا إني مشترك في المسابقة، ومبسوط جدا إني واحد من أصحاب كوجي. استنوني. أفقسني جن ناكن هانث نظ اتك كليرونا مايا او بك اما يشافرك ام بكاهي. ودلوقتي هنسمع ترنيمة جميلة، وهي يا مريم البت من صاحبتنا الجميلة انجي عاطف. عقلنا
البصارة. وبعد ما سمعنا المواهب الجميلة النهاردة، تعالوا معانا نشوف لندا موجود فين دلوقتي. يا لندا، انت سامعني؟ قولي انت فين؟ النهاردة المكان اللي هنروحه يا عصفور مكان مفاجأة حقيقية. ايه ده؟ مفاجأة؟ الله، بجد يا لندا؟ قول شوقتنا. النهاردة احنا وكل اصحابنا هنزور مع بعض مكان من اهم الاماكن في اسوان وفي مصر كلها، وهي قرية النوبة، او زي ما بيسموها غرب سهيل. ايوة النوبة، طبعا عارفها، دي بتاعت بكار. أحلى نوبة دي ولا إيه؟ بكر إيه بس يا عصفور؟ ركز معايا، النوبة دي من أهم القرى في أسوان علشان ليها طبيعة خاصة، من أول شوارعها وبيتها لغاية الناس والمهن الجميلة اللي بيشتغلوها. تعالوا تنشوا معايا كده في القرية ونشوف مع بعض. يلا طيب يا لندا، دي شكلها تبقى حلقة قوية جداً. حلوة قوي الطاقية دي يا لندا. ايه رأيك بقى يا عصفر؟ دي بقى من اشهر اللبس اللي موجود في النوبة هنا. طب فرجنا بقى، ايه تاني موجود في النوبة؟ زي ما انت شايف كده يا عصفور، انت وكل اصحابنا، قد ايه النوبة قرية جميلة، من الالوان الجميلة اللي موجودة على البيوت الجميلة في النوبة، وكمان الالوان الجميلة اللي موجودة في السوق في اللبس، وكمان انواع التحف المختلفة عن اي مكان تاني. وكمان من الحاجات المميزة جدا لسوق النوبة هي التوابل والأصباغ اللي تقريبا مش موجودة غير هنا بس في النوبة. ياه، فعلا المكان ده شكله تحفة يا لندا. يا سلام بقى لو كنت معاك دلوقتي وكمان معايا لوحتي وألواني، كان زماني رسمت لوحة رائعة. عصفور يا حبيبي، هو انت بتعرف ترسم اصلا؟ طبعا يا ابني، ده انا موهبة متكاملة. طيب تعالى بقى يا أستاذ موهوب انت، نشوف أهم الصناعات اللي موجودة في القرية هنا. بص بقى يا عصفور، هنا بيتم تصنيع النول النوبي اليدوي، وده بيعتبر من أهم أنواع المنتجات الموجودة هنا في النوبة. طيب هو ينفع يعمل لي جلبية صغيرة كده على قدي؟ جلبية ايه بس يا عصفور؟ النول ده بيتعمل بيه الشيلان وكمان المفارش، وبيكون ليها ألوان جميلة جداً، وكمان بتتعمل بشطارة قوي زي ما انتوا شايفين كده. لندا، هو انت تعرف تعمل النول ده؟ استنى كده جرب، يمكن اعرف. دلوقتي بقى يا عصفور، انا فوق واحد من البيوت النوبية الجميلة اللي بتبص على النيل، وزي ما كل أصحابنا شايفين، إحنا على الضفة الغربية من النيل، وشايفين ورانا قد إيه منظر القرية من فوق رائع، وكمان النيل شكله تحفة قوي. فعلاً قرية النوبة من أهم وأجمل القرى في أسوان وفي مصر كلها كمان. بجد يا لندا، أنت شوقتنا أنا وكل أصحابي نروح ونستمتع بجمال النوبة. هنستناك يا لندا في الحلقة الجاية عشان نشوف حاجات أكتر من أسوان الجميلة. هنستناكم في الحلقة الجاية يا صحابي، باي باي.